العلم هل هو متاح لأي إنسان؟ ربنا سبحانه وتعالى جعله مشروطاً لأولي الألباب الذين يفكرون ويتدبرون ويسعون لتوظيف هذا العلم في اكتشاف القوانين الطبيعية والمكنونات النفسية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل هذه الدرجات يأخذونها لمجرد المعرفة السطحية؟ أم هذه الدرجات يرتفعون بها لما ينتج عن هذا العلم من تحقيق الغاية من خلق الإنسان في عمارة الأرض وبناء العقل وتوجيه الإنسان إلى الصراط المستقيم؟ هنا في سؤال يطرح نفسه، مع كثرة ذكر العلم في كتاب الله، ما هو العلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى في كتابه بكثرة ذكره والثناء عليه والدفع لتعلمه؟ أيضا هنا في خلاف كبير وفي نقاش، هل هو العلم الشرعي كما يرى بعضهم؟ هل هو العلم التطبيقي الذي لا يعترف إلا به علما في وقتنا الحاضر؟ لأن من يقولون بالقول الثاني يرون أن ما لا يخضع للتجريب وتثبت صحته في المختبرات ليس علما. لذلك إلى الآن ليس هناك إجماع على تسمية بعض العلوم الإنسانية علما كعلم التربية مثلا وعلم النفس، هناك من ينكر أنه علم كعلم التشريح أو علم الرياضيات. نحتاج إجابة على هذا السؤال ولنتكلم بلغة التجريب الذي يحتجون به. أنا أسألهم، أنتم يا في المختبرات جربتم وتجربون، فلأي شيء توصلتم؟ لقد توصلوا إلى ظاهر الأشياء، لماهية الشيء المجرب فقط، ولكن لم يتوصلوا لكيفية إيجاده من العدم ولكونه على هذه الصورة والمحتوى. هم توصلوا إلى أن الماء مثلاً يتكون من ذرتين وذرة، هذه توصلوا لها وهذا اكتشاف جيد، لكن من خلق الذرة في الأساس؟ من قدر أن تكون هذه الذرات في اجتماعها تنتج ماءً؟ من الذي جعل التحام هذه الذرات تنتج ماءً؟ أهذا هو العلم؟ أهذه هي المعرفة التي يريدونها ويعتزون بها ويفخرون بها؟ هل عرفوا من أنزل الماء من السماء؟ هل عرفوا من فجر الينابيع؟ هل توصلوا إلى من أجرى الأنهار وخلق المحيطات؟ ومن قدر كل شيء بقدره؟ هذا هو مفهوم العلم في وقتنا الحاضر. مفهوم العلم في وقتنا الحاضر دراسة الظواهر والبحث عن حقيقتها التي تكتشف، لكن لا يتجاوزون ذلك للوصول إلى موجدها.